40 مليون قتيل موجز تاريخ جنكيز خان. كلنا نسمع عن القائد المغولي التاريخي جنكيز خان، وكلمة جنكيز خان معناها الرعب والدمار. مجرد بس تقول اسم جنكيز خان بتتكلم على القتل بلا هوادة وبلا نهاية وبلا حدود. جنكيز خان النهاردة موقع بي بي سي اتكلم على قبر جنكيز خان أو البحث المستمر عن قبر جنكيز خان. العلماء بيحاولوا بقالهم فترة طويلة، المجلات والصحف المهتمة تتابع، الفضائيات الوثائقية بتنتج، والكل عنده هدف أن يصل إلى قبر القائد العسكري التاريخي والمجرم التاريخي أيضا جنكيز خان. لكن محدش قادر يصل إلى الآن حسب بي بي سي إلى قبر جنكيز خان لأسباب كتيرة جدا. أولها إن في منغوليا والشعب هناك اللي هي بلد جنكيز خان مش عايزين يتعاونوا علشان حد يعرف قبر جنكيز خان، لأن هم بيتصوروا إن مجرد فتح قبر جنكيز خان والوصول إليه معناه نهاية العالم ودمار العالم تماما ونهائيا. وبيقولوا لما الاتحاد السوفيتي فتح قبر تيمور لانك قبل كده، في السنة اللي فتح فيها هذا القبر غزا فيها هتلر الاتحاد السوفيتي، وكان دمار و29 مليون قتيل في الاتحاد السوفيتي. فهم بيقولوا زي ما حصلت اللعنة بفتح السوفيت لقبر تيمور لانك وتم قتل عشرات الملايين بعد ذلك في الحرب العالمية الثانية، ده ممكن يحصل لو تم الوصول إلى قبر جنكيز خان أو فتح هذا القبر المخيف والمفزع. أيضا تاريخيا لما مات جنكيز خان عن 70 سنة ووصل مع الفرسان إلى مكان الدفن، في كل بقى الطريق كل الناس اللي راحت تعزي، كل الناس اللي راحت تحضر مراسم الدفن، كل الناس اللي شافوا التابوت معدي، كل الناس اللي يعرفوا أين كانت جثة جنكيز خان، كل هؤلاء تم قتلهم جميعا. يعني جنود جنكيز خان قتلوا كل بني آدم راح يعزي أو يحضر الجنازة أو يشوف فين الجثمان أو يلقي النظرة الأخيرة، كل من فعل ذلك قتل، فلم يعد أي حد يعرف أين قبر جنكيز خان. بي بي سي في تقريرها المطول أشارت إلى هذه المعركة اللي بين علماء وباحثين ووثائقيين، إزاي هم ممكن يصلوا إلى قبر جنكيز خان. وفي مناسبة ذلك موجز تاريخ جنكيز خان، مين هو هذا الشخص المرعب المروع الذي تسبب في قتل 40 مليون إنسان في القرن 13؟ جنكيز خان ولد لوالد مات مسموما، وبالتالي زرعت الكراهية في قلبه منذ البداية. في البداية ما كانش يدل انه يكون شخص مهم، طفل تافه وصعود عادي جدا في الحياة، وبالعكس معاناة شديدة. وبعد كده تم أسر أسرته وأصبح عبد هو ووالدته، وأصبحوا من جملة العبيد عند قبائل أقوى. إنما هو كان شخص انفعالي جدا، عصبي جدا، فقدر يهرب من هذا الأسر. إنما بعض المؤرخين بيقولوا إن هو كان مجرم حتى في التعامل مع العائلة، وإن هو صغير اتخانق مع أخوه غير الشقيق على أكل في الغداء فقتل أخيه غير الشقيق، وبالتالي هو شخص صعب المراس للغاية. بعد كده بدأ صعود نجم جنكيز خان اللي هو نجم القرن 13 كله من 1200 وانت ماشي. فبدأ بعد كده يوحد دولة منغوليا اللي هي منغوليا حاليا، وبالتالي إلى الآن صورته على العملة هناك وصورته موجودة على المشروبات والمأكولات، وهو رمز العزة القومية في دولة منغوليا. قدر يوحد منغوليا، وبعد كده كانت الصين هي لها النفوذ الكبير جدا في منغوليا، فذهب إلى الصين واحتل منطقة إلى جوار سور الصين. بعد كده رجع تاني احتل الصين كلها واحتل العاصمة بكين. طبعا بتتكلم على انهيار الصين وعلى احتلال الإمبراطورية الصينية،
وعلى سقوط بكين، تكلم بقى على حد أسطوري اللي يقدر يعمل ده اللي هو جنكيز خان. بعد كده طلع على إيران، إيران حاليا كانت الدولة الخوارزمية نسبة إلى الملك خوارزم شاه، احتل إيران وكمل بقى، خد آسيا الوسطى وكمل، خد آسيا الوسطى ثم إيران وكمل إلى أوروبا، عمل إمبراطورية مساحتها قد إيه؟ 31 مليون كيلو متر مربع، بتتكلم على ما يعادل مساحة مصر 31 مرة، هي أكبر إمبراطورية في التاريخ لأي إمبراطور. هو كمان بيتميز، وهو مجرم طبعا، إنه بيتميز كباني إمبراطورية بأن هو من بعده لم تنهار الإمبراطورية، يعني في عهده توسعت مات والإمبراطورية كبيرة، وكمان خلفائه من بعده حافظوا على هذه الإمبراطورية 150 سنة تالية بعد وفاة جنكيز خان. إذن جنكيز خان هذا الطفل اللي من أسرة عادية، اللي والده مات مسموم وكان عبد قبل كده نتيجة أسر، أصبح بعد كده هو قائد منغوليا، ثم هو قائد الإمبراطورية اللي احتل بمجابهة الصين وكل دول آسيا الوسطى وكل إيران وأجزاء واسعة من الشرق الأوسط وأوروبا، أكبر إمبراطورية في التاريخ. جنكيز خان فيه جدل، هل هو إنسان كويس ولا مش إنسان كويس؟ طبعا وقطعا إنسان مجرم، إنما اللي بيدافعوا عنه بيقولوا إن دايما اللي بينتصر بيكتب التاريخ والمهزوم ما بيكتبش التاريخ، إلا في حالة جنكيز خان الوحيد اللي انتصر ومع ذلك اللي كتب التاريخ الناس اللي هم ضد جنكيز خان، صينيين، آسيا الوسطى، إيرانيين، عرب، أوروبيين، كل أعداء جنكيز خان هم اللي كتبوا تاريخ جنكيز خان. هم بيقولوا جنكيز خان أنصاره إن هو رجل دولة ورجل باني إمبراطورية ورجل عنده عقلية مذهلة ورجل مخطط وقدر يعمل هذه الجغرافيا السياسية الأسطورية، إنما أعداء جنكيز خان بيقولوا إن ده كلام مش مظبوط، إنما كان شخص بيقتل للقتل، يعني ولد ليقتل، وهو ولد وعنده هذا الطموح، لأنه جنكيز خان ده مش اسمه، ده الاسم اللي اتخذه لنفسه، الاسم ده معناه إن هو حاكم العالم أو الحاكم الأعلى للعالم، فنتيجة هذا الجنون وهذا الغرور قتل ناس كتيرة جدا، وكان بيستخدم الإرهاب كوسيلة للفوز العسكري، بمعنى إن يروح دولة فيقتل كل الناس اللي يقابلهم، فالناس يروح يقولوا جنكيز خان قتل كل الناس في القرية أو في المدينة الفلانية، كل الناس تستسلم، ففي مدن كان بيروحها بيقتلها بالكامل، مش بيقتل المقاتلين، بالكامل، شيوخ ونساء وأطفال بالكامل، لا يوجد شخص، يعني عدد السكان بعد دخول جنكيز خان يساوي صفر، لا توجد نفس حية في هذه المدينة بعد جنكيز خان. فالمدن تقول لبعضها إن جنكيز خان لما دخل المدينة أو القرية أو البلدة أو الدولة أو الإمارة أو الولاية في النهاية قتل الجميع، فاللي بعد كده بيستسلم دون أن يقاتل. إنما المؤرخين بيقولوا هو قتل ما يعادل أو تسبب في قتل 11% من سكان العالم، تخيل 11% من سكان العالم، 40 مليون إنسان في القرن الثالث عشر، 1206 و7 و8 و10 و20، في شوية دول النص الأول من القرن الـ13 قدر إن هو يتسبب في مقتل 40 مليون إنسان. هو كمان الفكر السياسي عنده إذا جاز التعبير هو فكر دموي، حتى فيما يخص أهله في منغوليا، فمثلا يقول إنه مستعد أن يقتل نصف الشعب المنغولي ليمشي النصف الآخر على الصراط المستقيم. أيضا في فكره السياسي جنكيز خان يقولك إننا لا يكفي أن أنجح، وإنما يجب أن يفشل جميع الآخرين، يعني هو مش هدفه ينجح في الحياة، إنما كمان لازم كل الآخرين بالكامل يفشلوا، يبقى هو الناجح الوحيد. طبعا فكر سياسي إجرامي، وشخص تسبب من أجل إن هو يرضي غروره إنه يحتل دول كتيرة جدا ويسبب دمار في العالم ومقتل ما يعادل كل ضحايا الحرب العالمية الثانية
ما يعادل 11% من سكان العالم في ذلك الوقت، تسبب جنكيز خان الذي هو موجز تاريخ القرن الثالث عشر في مقتل عدد كبير للغاية، لكنه بقي مثل كبار المجرمين اسما كبيرا ومهما في التاريخ.